السلام عليكم. ساعات قد تقوم بعمل كوب قهوة لأحد، تسأله كم معلقة سكر تريد؟ يجيبك نص معلقة، فأنت من كرمك تحط معلقة واثنين وثلاثة بحسن نية كريم، لأنك ترى أنه كده هيكون طعمه أحلى وأفضل طعما وأكثر حلاوة. تفاجأ أنه لم يعجبه، بل وقد يرفض أن يشرب. نفس هذا المبدأ بالضبط يحدث في تعاملاتنا مع من حولنا. لا تفرط في العطاء والذوق أمام من لا يدرك قيمة ذلك، أو لم يطلبه منك، أو لا يفهم معنى الكرم والمحبة والذوق من الأساس. الإفراط في أي فضيلة بشكل عام، سواء كنت تفعل ذلك لأناس اكتشفت لاحقاً أنهم لم يكونوا أو يستحقوا هذه المعاملة، أو كنت تفعل ذلك لأناس يحبونك أو لم ترى منهم شيئاً سيئاً، النتيجة قد تكون واحدة في كلتا الحالتين. إفراطك في العطاء مع الوقت قد يعلم من حولك أن يستغلوك. الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك. الإفراط في الاهتمام بالآخرين يعلمهم الاتكالية. الإفراط في الثقة يجعلك عرضة للخداع والأذية. الإفراط في الذوق قد يتسبب في ضياع حقوقك. الإفراط في الصبر قد يجعل من حولك يعتقدون أنك قابلاً للخطأ في حقك، راضياً به. الإفراط في الطيبة قد يجعلك مع الوقت تعتاد الانكسار. كم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها. التوازن في الفضيلة هو ضمان لاتزانها وتحقيق الهدف الجيد منها، دون أن تستنزف طاقاتكم وتؤثر عليكم بشكل سلبي أو تضيع معها التوازن في الحياة. والله يحفظكم ويحفظ ذلك.